يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. شكرا شكرا شكرا. إذا أحبائي مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد، وانتم يا أصدقاء اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما الأصدقاء اللي راهم حاضرين معنا اليوم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com للتسجيل بهذا الطريق. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذا أحبائي لما تسجلوا عمو يزيد رايح يتصل بكم عبر الهاتف ولا عبر البريد الإلكتروني. أحبائي في بداية كل حصة كاين تعالي تعالي أروحي تعالي تعالي تعالي. واسمك؟ أميرة. أميرة مش حال في عمرك؟ ستين. ستين واشن؟ ستين ستين يوم بركة ربعة. ايا روحي تقعدي هيك تلعبي بنتي روحي. فوالا فوالا 4 سنين وشاطرة هكذا تدي نبولة. ايا روحي 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 تلعبي بنتي قعدي هيك قعدي هيك. إذن أحبائي في بداية كل حصة نستقبلوا بريدكم يا أطفال اللي بعتوه لنا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون اللي جبنا البريد؟ ساعي البريد. إذا استقبلوا معايا سهيب اللي جبنا البريد. تفضل تفضل ولدي تفضل سهيب. واش راك سهيب؟ لاباس ولدي؟ لاباس خير. إذا سهيب أصغر ساعي البريد. إذا سهيب جبنا بريد الأطفال. نعم. إذا تفضل حط هنا في علبة البريد باش من بعد عمو يزيد راح يقراه. إذا أروحي تعالي 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 قعدي أروحي. يلا قعدي هنا تلعبي. اي الروح يلا ديولها بلاصه معكم. فوالا يلا ديولها بلاصه هنا. اي قعدي تما. برافو برافو برافو. مع السلامه يا اطفال. شكرا شكرا سهيب شكرا شكرا. احبائي بالك راكم لاحظتوا بلي راه معانا زملاء واصدقاء لابسين زي. واش هو هذا الزي اللي لابسينه؟ شو اللي يقدر يقول لي ملي ما باش لابسين؟ تعالي بنتي روحي روحي. واسمك بنتي؟ سيرين. سيرين واش هم لابسين اصدقائنا؟ زي زين. واش هم لابسين؟ زين زين. ولكن زي شكون هادو؟ واش هم لابسين؟ كيفاش نسموهم هادو؟ تعرفي تعرفي شكون يعرف؟ تعالي بنتي تعالي اروحي بنتي. واسمك بنتي؟ ريما. ريما وين تسكني ريما؟ بيرتوتا. بيرتوتا شحال في عمرك؟ 10 سنين. الله يبارك بنتي. واش هم لابسين اصدقائنا؟ الحمايه المدنيه. زي الحمايه المدنيه. برافو برافو بنتي. واللي يعمل في الحمايه المدنيه كيفاش نسموه؟ تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ ندى. ندى وين تسكني ندى؟ في ولايه البويره. في البويره. خير ناس خير ناس بنتي. وكيفاش يسموه اللي يخدم في الحمايه المدنيه؟ زي رجل الاطفاء. رجل الاطفاء. برافو 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 بنتي برافو. وعلى بالكم علاش راهم معنا اصدقائنا لابسين زي الحمايه المدنيه؟ شكون اللي يقدر يقول لي واش يصادف يوم اول مارس؟ يوم 1 مارس. تعالي. واسمك بنتي؟ ساره. ساره نعرفوك ساره مولفه تجي عندنا. الله يبارك. مرحبا بك بنتي. شحال في عمرك ساره؟ 13 سنه. 13 سنه. واش يصادف يوم اول مارس؟ اليوم العالمي للحمايه المدنيه. اليوم العالمي للحمايه المدنيه. بنتي عرفينا بالاشبال هذو اللي راهم معاك انتوما، واش هو العمل تاعكم؟ العمل تاعنا هو اطفاء النيران ومساعده الناس. بالضبط. وانتوما اشبال الحمايه المدنيه الصغار هكذا، كيفاش انتوما متطوعين؟ ديروا تدريبات؟ واش ديروا؟ تدربوا باش نتعلموا وان شاء الله كي نكبروا نولوا. الله يبارك الله يبارك. اذا تحيه لاشبال الحمايه المدنيه اللي محضرين معنا. شكرا بنتي شكرا. شكرا. اذا مهمه رجل الاطفاء هي اطفاء النيران. ثاني واش واش يدير؟ تعالي بنتي تعالي بنتي
واسمك بنتي؟ إيناس. إيناس، شحال في عمرك إيناس؟ 13 سنة. 13 سنة، الله يبارك. واش يدير رجل الإطفاء؟ مساعدة الناس وإطفاء النيران. إطفاء النيران ومساعدة الناس، برافو برافو برافو، وكذلك الإسعافات الأولية. أحبائي، رجل الحماية المدنية هو بطل مغوار في المجتمع. وعمو يزيد دلكم مفاجأة، أغنية تتغنى برجل الإطفاء، راح نغنوها مع بعض من بعد. يا أخي قبل هذا الشيء تحبوا الألغاز؟ إذن اليوم راح نطرح عليكم لغز. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي خلف الكلب أينما ذهب يذهب معه؟ أعيد اللغز: ما هو الشيء الذي يوجد خلف الكلب وأينما ذهب يذهب معه؟ على بال أنتم شاطرين أحبائي، أنتم يا أصدقاء اللي راكم خلف الشاشة بإمكانكم تجاوبوا على اللغز بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أحبائي فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا راح يشاركوا بالإجابة عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com، وإحنا نروح دركا مع ماريا نكتشف شخصية من علماء الإسلام. اليوم نكتشف بنو موسى. إذن تفضلي ماريا، تفضلي بنتي، تفضلي. مساء الخير أصدقائي. شخصيات اليوم شخص هي بنو موسى. محمد وأحمد والحسن بن موسى بن شاكر رياضيون وفلكيون عراقيون مشتغلون بالميكانيكا. عاشت أسرة بني موسى في القرن الثالث الهجري، وتبدأ القصة من الأب الذي أتقن علوم الرياضيات والفلك حيث اشتهر بحساباته الفلكية المتميزة. ولم يتمكن موسى بن شاكر من مواصلة مسيرة العلم مع بنيه إذ مات وهم صغار. تولاهم يحيى بن أبي منصور مدير بيت الحكمة ببغداد وأحد علماء الفلك، فنشأ الإخوة الثلاثة نشأة علمية خالصة في ذلك الصرح العلمي، إذ كان يعج بالكتب والعلماء والآلات الغريبة النادرة. فلا عجب إذن أن يصير فيما بعد من أساطير العلم والمعرفة في الحضارة الإسلامية، حتى نبغوا في الهندسة والرياضيات والفلك وعلم الميكانيكا. ويعتبر مؤلفهم المسمى كتاب معرفة مساحة الأشكال البسيطة والكروية، والذي يعد تطويراً مهماً لكتابي أرخميدس عن حساب مساحة الدائرة وعن الكرة والأسطوانة. يقول الإخوة الثلاثة: كل ما وصفناه في كتابنا فإنه من عملنا، إلا معرفة المحيط من القطر فإنه من عمل أرخميدس. أسندت الدولة إليهم مهام كبيرة، منها الإنشائية والهندسية. لقد امتدت شهرة بني موسى عبر التاريخ، وارتبطت أسماؤهم بالكثير من الإنجازات، من أهمها بناؤهم مرصداً خاصاً بهم جهزوه بالآلات الدقيقة، وحسبوا عن طريقة الجداول الفلكية التي ظلت معتمدة لفترة طويلة. أعظم إنجازاتهم التي ظلت باقية ووصلت إلينا هو كتاب الميكانيكا، الذي يمثل سبقاً حقيقياً لهم في هذا المجال بين معاصريهم من العلماء. برافو 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 ماريا، برافو 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 ماريا. إذن أحبائي، بنو موسى من بين العلماء المسلمون اللي نعتز بهم. مقبلة كنت تكلمت لكم على المفاجأة اللي درناها لرجل الإطفاء، اللي هي أغنية ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار. يلا تغنوا كامل معي. أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا
فيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار على استعداد الليل نهار معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء ينقذ أطفالا ونساء يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء في يده خرطوم الماء يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء ينقذ أطفالا ونساء معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء عمل شاق ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء وهب لنا النفس فداء يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء عمل شاق فيه عناء ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء وهب لنا النفس فداء معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار ورمز من ذوي الأخيار تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار لخدمة ومنع الأضرار فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار ورمز من ذوي الأخيار معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء شكرا إذن شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء إذن أحبائي رجل الإطفاء عضو مهم في المجتمع مهم جدا 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 وش رأيكم دركا حبوا ألعاب خفة إذن نروح دركا نكتشف ألعاب الخفة مع عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف إذا تفضل تفضل تفضل
برافو 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 دين برادو برافو برافو عمو جوجو اللي جانا من مدينه واتسوف. تحيه تحيه تحيه. اذا شكرا لعمو جوجو اللي جانا من مدينه واتسوف. دركا احبائي راح نروحوا الفقره الجديده اضفناها في الموسم الرابع 4 سنوات من تعالي اروحي 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 قعدي مع ابو يزيد. اذا 4 سنوات من المتعه في حصه مع ابو يزيد معكم. إذن اليوم أحبائي راح نكتشفوا معلومة في فقرة هل تعلم مع ياسمين. تحية لياسمين. تفضلي تفضلي بنتي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن اليونان القديمة اكتشفت الطاقة البخارية في حوالي 50 قبل الميلاد؟ برافو 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 برافو. شكرا 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 ياسمين شكرا. تقعدي هنا؟ يا روحي تقعدي. برافو برافو برافو. أحبائي إذن اليونان القديمة اكتشفت الطاقة البخارية في 50 سنة قبل الميلاد. إذن أحبائي بعد ما استفدنا بهذه المعلومة هل تعلم رايح أمو يزيد يحكي لكم حكاية الديك الشجاع. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم مقبلة عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الديك الشجاع. واحد النهار كان الديك مع العائلة تاعو، كانوا يمشوا في الغابة، والديك قال لولاده الكتاكيت الصغار، قال لهم بالكوا 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 تبعدوا عليا، لازم تقعدوا معايا. أبوكم كتاكيت صغار كيما انتوما، مرة ياخذوا الراي، مرة يقول لك لا لا أنا قوي ما ناخذش الراي، مرة هكذا كان يمشي هكذا. ومن بعد واحد الكتكوت صغير، هو الصغير فيهم المازوزي كما يقولوا، مدلل شوية، كان حاب يحوس، خلاهم راحوا هكذا. ومن بعد خرج على العائلة نتاعو وقعد وحده. شكون اللي كان يعس فيهم؟ الذئب. كان يعس فيه الذئب. الذئب عسو غير خرج هكذا راح له، جرح ياكلو. ومن بعد الديك هذاك تلفت هكذا، شاف باللي خص واحد ما كانش، راح يجري راح يجري يحوس على هذاك الكتكوت. وين راه؟ كي لحق لعندو صاب الديب راح ياكلو. هذاك الديك بشراسة لأنه أب، والأب يحب ولاده كامل، يضرب مع هذاك الديب وسلك وليده هكذا وجابو. قال له قلت لك اقعد معانا ما تتحرك. قال له خلاص يا بابا والله ما نزيد نتحرك، نقعد معاكم دائما وكامل. وكي هذوك الكتاكيت شافوا واش صرا لخوهم صغير، ولاو دائما ياخذوا الراي، ولاو ياخذوا الراي لباباهم، مشوا دائما معاه. دوك هذاك الديب ما صاب ما ياكل ما والو، يستنى فيهم اليوم غدوه، غير غدوه شافهم بلي ياخذوا الراي لوالديهم. دوك راح بدل البلاد كامل، ما قدرش لانه راح يموت بالشر وكان يقعد تما. بداو هذوك الكتاكيت ياخذوا الراي تاع الديك باباهم. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من الحكايه تاع اليوم انه يجب علينا طاعه الوالدين من اجل صلاحنا. برافو برافو. تحيه 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 البوبي. اذا احبائي طاعة الوالدين دائما في صلاحنا، لازم نطيعوا والدينا يا اخي احبائي، لانهم هم يحبونا دائما صلاحنا يا اخي. يلا معي. اذا احبائي الحقنا دركا للركن اللي نحبوا انا بزاف. جوا لهنا تحكوا لي النكت نتاعكم وكامل، ولكن قبل هذا تعالي بنتي تعالي. شفت صديقه من اصدقائنا رفده باطا علبه، قادي بنتي. واسمك بنتي؟ مريم. مريم، وين تسكني مريم؟ في مفتاح. في مفتاح، شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنوات. 10 سنوات، واش هو هذا بنتي؟ قاطو الجلجلانية. جبتي لنا الجلجلانية، أوه، عبالك عمو يزيد يحب القاطو بزاف. شوفوا يا أصدقاء واش جابت لنا. قولي الصح، أنت درتيه ولا ماما؟ ماما. ماما، وأنت ما تعاونيهاش؟ عاونتيها شوية، ولا أنت تاكلي برك؟ تعمل لي ياكلوا برك. إذا الجلجلانية هذه ما نقولكش اليوم عمو يزيد مع الفريق تاعو راح يديروا فيها حالة. وهذا واش بنتي؟ واش هي؟ هدية. هدية لعمو يزيد. أوه بوسيني بنتي. أوه عمو يزيد يحب الهدايا على بالك. إذا الهدية راح نفتحها في البيت. نفتحها في البيت خير. نفتحها في البيت، أنا نعتز بالهدايا ونحب نحتفظ بهم. إذا بوبي احتفظنا بالهدايا هذو في البيت تاعنا في المنزل. شكرا بنتي شكرا. اذا تحياتنا للعائله نتاعك الكريمه والام الكريمه تاعك اللي درت لنا القاطو شباب هذاك. شكرا بنتي شكرا. برافو برافو برافو.
شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة، تعالي بنتي، تعالي. جيبي الكاسك تاعك، جيبيه 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 جيبيه. جيبيه بنتي. تعالي. عاودي ذكرني باسمك الشاطرة؟ سارة. سارة الله يبارك، مول فتجي عندنا سارة. صديقة البرنامج الشاطرة. قولي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد النهار واحد الراجل جزائري راح للصين تزوج بواحد المرأة تما. ومن بعد كي جابوا طفل صغير هذاك النهار اللي زاد برك مات. ومن بعد هذاك الراجل قعد هكا وقعد يشد في راسه ويقول كان على بالي. راحت لي بنته صغيرة قالت له بابا واش كان على بالك؟ قال على بالي بلي سلعة تاع الصين ما تدومش بزاف. برافو برافو بنتي برافو. شو اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي. أرواحي. اقعدي بنتي. واسمك الشاطرة؟ ندى. ندى، وين تسكني ندى؟ في ولاية البويرة. في البويرة خيار الناس بنتي. احكي لنا النكتة تاعك. قالك هذا واحد الراجل قتل بوليسي. عيط لابوليس الاخرين قال لهم قالوا انتوما 17. قالوا له ايه وش تحتاج؟ قال لهم معكم وليد 16 انا قتلتكم واحد. برافو 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 برافو. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي تعالي 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 بنتي. واسمك الشاطره؟ اماني. اماني، وين تسكني اماني؟ بشراقه. بشراقه، شحال في عمرك؟ 12 سنة. الله يبارك بنتي. احكي لنا النكته تاعك بنتي. كان واحد اسمه مفتاح، كي مات العائلة تاعو ما حزنتش، كي سقساوهم علاش قال لهم عندنا الدوبل. عندهم الدوبل. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. تعالي تعالي بنتي، تعالي الشاطرة. تعالي. أروحي بنتي، واسمك بنتي؟ نور. نور، وين تسكني نور؟ في بوسماحة. في بوسماحة، واش من ولاية؟ الجزائر. العاصمة، الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كان واحد اسمه اسمي، واحد اسمه مخيل. اسمي راح لمسيد، قالت له اني سالت اسمك؟ قال لها اسمي. قالت له اسمك؟ اسمي. قالت له دوك نهبطك عند المدير وكان تقول اسمك. وبعد قالت له اسمك؟ قال لها اسمي. وبعد هبطت عند المدير قال له اسمك؟ قال له اسمي. بدا قالوا انه مخي. قالوا مخي راح يشيل القنطيطه. برافو 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 برافو. تعال تعال اروح اروح تعال اروح اروح لا اروح من عند عمو يزيد. واسمك؟ عبد الله. عبد الله، شحال في عمرك عبد الله؟ شحال في عمرك؟ تعرفش؟ شحال؟ 5 ans. 5 ها مش كيتش بالك اقل. شحال في عمره عبد الله؟ 3 سنين. قالوا لي حبيت تكبر تحب عمو يزيد. شحال تحب عمو يزيد؟ بزاف. برافو يا، رجع المكان. برافو. شكون عنده نكتة جميلة؟ تعال. تعال اقعد وليدي. واسمك وليدي؟ يوسف. يوسف، شحال في عمرك يوسف؟ انا قريب نقفل 9. الله يبارك. قريب تقفل 9 ايام؟ ايه. تسع سنين. الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك وليدي. كان واحد النهار 3 رجاله راحوا للصحراء، تلاقوا بجن، واحد فرنسي وواحد جزائري وواحد الماني. الماني قال له رجعني لبلادي، الفرنسي قال له رجعني لبلادي، وراه قال له الجزائري رجعهمني لهنايا. رجعهم لهنايا. برافو برافو برافو. أحبائي بعد هاد الفقرة الحقنا واحد الفقرة اللي يحبها بزاف عمو يزيد. الفقرة الجميلة هذه هي الفقرة اللي نقرأ فيها الرسائل تاعكم. بوبي أعطيني الرسائل تاع أحبائي الأطفال اللي بعتوها لنا. وانتم يا أحبائي الأطفال إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار أراء وملاحظات. شكرا البوبي، تحية تحية البوبي، تحية تحية البوبي. إذن الرسالة الأولى،
لكعس محمد وسيم 5 سنوات لكعس محمد وسيم 5 سنوات من مدينة دراريا بالجزائر العاصمة. قالكم السلام عليكم سيدي الفاضل، ابني وسيم يحبك كثيرا ودائما يتمنى أن يراك ويغني معك ولو لمرة واحدة، هذه أمنيته، ويبقى يردد دوما عم يزيد في المنزل لأي شخص يراه أمامه. شكرا سيدي، أتمنى مشاركته معكم. محمد وسيم، إذن لكعس 5 سنوات من دراريا، حتما راح نكلموك وتجي تشرفنا بالحضور تاعك، وعم يزيد يفرح بك بزاف وتغني له. الرسالة الموالية، فراح ليليا 9 سنوات مدينة حسين مسعود ولاية ورقلة الجنوب الشاسع، قلت لكم أنا أحب برنامج عمو يزيد وأتمنى له التقدم والتطور. إذن ليليا فراح بنتي 9 سنوات حسين مسعود من ورقلة، عمو يزيد يحبك تاني ومدى بيك تشرفينا البرنامج. الرسالة الموالية، تريكات محمد 37 سنة مدينة بومرداس، قال لكم السلام عليكم، سبب المراسلة هو أن أولادي وبالأحرى البنت التي تتابع الحصة مع عمو يزيد دائما تقول لي يا أبتي خذني لأشارك، وبتفوقها في الدراسة والحصول على المرتبة الثالثة أردت أن أراسلكم وإن شاء الله يكون لها حظ وتشارككم الحصة، وأنا أشاركها الفرحة والتوفيق لكم، أشكركم مسبقا ولكم مني فائق التقدير والاحترام. إذن سيد تريكات محمد 37 سنة من بومرداس، حنا تاني نحبوك ونقدروك وإن شاء الله ربي يوفقك في تربية أولادك والنشأ، ماذا بينا تجي تحضر معنا أنت وبنتك الصغرى. رجاج نور الإيمان من مكراز ولاية المدية 9 سنوات، قالت لكم السلام عليكم، ممكن ذكر اسمي في الحصة؟ اسمي فريال من ولاية البليدة. كتبت رجاج نور الإيمان 9 سنوات من المدية وذكر اسم فريال من ولاية البليدة، إذن تحية لكم في الاثنين، عمو يزيد يحبكم ويرحب بكم في زوج. إذن الرسالة الموالية، بوراوي بشرة 7 سنوات من مدينة الطارف ولاية الطارف أقصى الشرق، قلت لكم أنا معجبة كثيرا بالحصة وأريد المشاركة في الحصة، علما أنني أتابع حصتكم كل يوم ثلاثاء مساء. أخيرا أهدي تحياتي إليك أنت عمو يزيد وأختي مرام وخالتي الصغرى مروة، يا عمو يزيد نحبك كثيرا. إذن بنتي بوراوي بشرة من طارف 7 سنوات، عمو يزيد تاني يحبك يحبك يحبك. إذن أحبائي عمو يزيد يعتز بهذه الرسائل ويحتفظ بها ويحبكم كامل، وإلا حبيتوا ترسلونا ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. الحقنا دركا ركن الجواب عن اللغز. لغز قال، ما هو الشيء الذي خلف الكلب أينما ذهب؟ تعالي بنتي أرواحي، جيتوا في زوج، معلش تعالي تعالي يا جاوبينا، إلا ما صبتيش الجواب نشوفوا الكتكوتة الصغرى واش تقولنا. واسمك بنتي؟ بسمة. وين تسكني بسمة؟ في الحراش. في الحراش، واش هو الشيء الذي خلف الكلب؟ ذيله. ذيله، برافو، جاوبت جاوبت. إذا أرجعي وأنت واش كنتي راح تقولي لنا؟ واسمك؟ واسمك؟ مايا. مايا، واش حبيتي تقولي لي؟ حبك عمو يزيد تتفرج عليه. نحبك عمو يزيد، عمو يزيد تاني يحبك بزاف بزاف. هيا بنتي برافو، ارجعي لمكانك، روحي انت، تعالي تعالي ابقاي معايا، اعطيني الهديه تاعها. اذا الشيء الذي خلف الكلب اينما ذهب هو الذيل. احبائي عرفتوها شاطرين. اذا بنتي شركه شيبس مهبول تعطيك هذه الهديه لشطارتك، ان شاء الله تستفادي بها. العفو العفو بنتي، العفو العفو العفو. احبائي في كل حصه نستقبلوا طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده في حصة مع عمو يزيد، وانتوما إلى حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم ما عليكم إلا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي، صندوق بريد 42 ألف ستوالي الجزائر العاصمة. اليوم عندنا عيد ميلاد ديب إبراهيم 6 سنوات من البويرة، تعال وليدي التحق بيا التحق بيا
تلتحق بيا. اذا ابراهيم ديب من البويره، حنا راح نغنوا له عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو ديالو. تعال وليدي، تعال تعال اروح، يلا نغنوا له. عيد ميلادك احلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو. إذن يا أحبائي ما تمسوش النار، الكبار هما اللي شعلوا لكم النار. إذن عمو يزيد هو اللي شعل الشمعة، ونديروا درك العد التنازلي لإبراهيم. ستة أربعة ثلاثة زوج واحد، يلا طفي الشمعة، طفي 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 طفي. برافو 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 برافو. إذن إبراهيم أعطيه الشهادة تاعو. إبراهيم هذه الشهادة تاعك هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم يا أحبائي كل واحد راح يأخذ شهادة كما هذه باسمه يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد. أعطيني الهدية تاعو. إذن كما وعدناك إبراهيم، رامي راعي البرنامج يعطيك هدية عيد ميلادك. برافو وليدي. إذن وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تيفي في نفس التوقيت. سلام، نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. اسكيت باغ انترنت وعيطونا الحصة تاع عمو يزيد، ورانا هنا في البلاطو باش نحضروا الحصه. شاركت في السيت وعيطونا. اسمي آلاء، جيت من شفا باش نشارك في بلاطو تاع عمو يزيد. جيت من بيرتوتا، سجلت في السيت تاع عمو يزيد وعرضوني باش نشوف عمو يزيد. وجبت الدراري وجيت، وشكرا بارك الله. قالوا الامو الينا ضفوا مع عمو يزيد.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا. وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيلوا. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر.